إلى القسم التالي. يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي جعل الأخلاق هي أساس كل شيء. الأمة التي فقدت أخلاقها أمة ذاهبة، لن يذكرها التاريخ، وإن ذكرها سيذكرها بسوء. والأمة التي رفعت أخلاقها إلى الأعالي هي أمة تذكر كأمة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم هنا قسم الأخلاق، قسم الأخلاق. ما هي الأهداف التربوية لقسم الأخلاق؟ أولا، الاقتداء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمات ما أجملها، أن تقتدي، يعني تجعل قدوتك وإمامك الذي تقلده هو نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم الأخلاق الحميدة التي حث عليه الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام بينكم، أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخلاق. وأن تحترم هويتك الإسلامية في بناء الشخصية. المسلم خلوق، المسلم صادق، المسلم لا يكذب، المسلم يتأدب بالأخلاق الحسنة. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ هناك أبيات جميلة جدا 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 للإمام الشافعي، ماذا يقول فيها؟ يقول الإمام الشافعي: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، أي إذا شئت، إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وعامل ولكن بالتي هي أحسن. كلام جميل جدا، فيه خلاصة من الأخلاق الحسنة. وأيضا عزيز حب الآخرين، نبذ البغض ونبذ الكراهية، أن تجعل علاقتك مع الناس علاقة حب وليس علاقة بغض، وأن تعد الفرد الصالح الشخص المفيد لمجتمعه، وأن تقارن بين أخلاق مجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى. لو قارنا بين المجتمع الغربي والمجتمع المسلم شتان 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 بين أخلاق المسلمين وأخلاق الغربيين، فهم قد انسلخوا من دينهم، انسلخوا من أخلاقهم، هم لا يمتون الأخلاق بصلة. ولكن مجتمعنا الإسلامي لو تمسك بشكل صحيح فهو ذروة المجتمعات وهو خير المجتمعات. ننتقل إلى قسم، نرى هنا هذه الصورة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأعلام، سيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأهداف التربوية لمبحث السيرة النبوية الأعلام؟ أنت عم تدرس درس سيري، شو بدك تستفيد منه؟ شو هي الغاية اللي دخلت فيها لهذا الدرس؟ أولا، أن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة شاملة، كمعرفة نسبه ومولده ونشأته. إذن أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فالهدف من السيري أن تتعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه، ما نسبه، أين ولد، متى توفي، أين سكن، كيف نشأ. وأيضا أن تتعرف معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، كالطعام والشراب والمنام، تأكل بيمينك، تأكل مما يليك، أن تشرب سؤر المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: سؤر، أي بقية الطعام والشراب، سؤر المؤمن طاهر. وأن نأخذ الدروس والعبر التي تضيء للسالك الطريق وتوصله إلى بر الأمان. يعني لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ستصل إلى بر الأمان. وأيضا تطبيق الأحكام الشرعية بطريقة عملية. إذن أن نعرف شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ الدروس والعبر التي تضيء للسالك الطريق الصحيح، وأن نطبق الأحكام الشرعية بطريقة عملية. هنا نكون انتهينا من أقسام ومباحث الكتاب.